يا الله يا كريم، السلام عليكم الإخوة. أخ عبد الخالق صوت مليح، أخ يونس الأخ عبد الناصر فايزة، الله يبارك فيك الأخ عبد الخالق صوت مليح، أنيس أوكي الأخ أنيس شكرا. إذن الإخوة والأخوات نحاول ندير مداخلة حول الأسباب نتاع وفاة نتاع القايد صالح في ظل ما يشاع، في ظل الرئاسة نتاع عبد المجيد تبون، في ظل هذا الاستثمار السياسي، في ظل هذا الحراك، ونحاول نوجه رسائل للناس اللي راهم في السلطة والناس اللي راهم في المعارضة. بداية هذا قايد صالح هو مسلم، بالتالي احنا نترحموا عليه، ربي يرحمه وربي يخفف عليه، هذه مبدأ مع كل الناس اللي راهم درك هما يخوضوا في الشأن العام. كاين الناس اللي راهم درك هما عندهم أصدقاء وعندهم أحباء، وفي نفس الوقت ناس عندهم خصوم وعندهم أعداء، وبالتالي هذا شيء طبيعي. أي إنسان هو راهو رايح يتصدر الشأن العام راهو رايح يعني يلقى هذا الأصناف هذه من الناس، وما كان حتى واحد راهو رايح يمنع من النقد، ولا راهو رايح يمنع هو من الحملات هذه اللي راكم تشوفوا فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق، ومع ذلك وراهم قالوا عليه، قالوا باللي ساحر ومجنون، قالوا عليه كذاب أشر، وقالوا عليه ما قالوا عليه. وربي ربي اللي خلقنا وراه الناس تكفر به، راه هو يرزق فيهم الليل مع النهار والناس راه تكفر به. بالتالي درك هذه المسألة هذه نتاع السب والله نتاع التشويه هذه ما راه رايح حتى واحد راه رايح يمنع منها. لكن احنا الآن احنا رانا نتحدثوا على شخص اللي هو ظهر لا سيما في هذه المدة الأخيرة في نتاع الحراك بعد خلع بوتفليقة وحديث أنه فيه مجموعة من الجنرالات راهم يسعوا من أجل تغيير الأوضاع في البلاد، وفيما بعد شفتوا هذاك المنحة وين أنه كانوا الناس يسعوا من أجل على جال باش يترشحوا، ومن أجل على جال باش يروحوا للرئاسة، ومنهم مزدور ومنهم هذاك سليمان بخليلي وغيرهم من الأشخاص. فيما بعد عاود ترجعت نفس المسرحية وشفتوا الناس اللي اعتاد الناس على جال باش يشوفوهم مرة على مرة في الانتخابات الرئاسية، والنتيجة اللي احنا الآن رانا وصلنا لها استلام عبد المجيد تبون المهام نتاعو. درك في ظل هذه المدة هذه بطبيعة الحال السيد راهو درك هو دخل في معركة مثل ما راكم تشوفوا، راه توفيق في السجن، طرطاق في السجن، ويحيى في السجن، سلال في السجن، إلى غير ذلك من المسائل. وبالتالي الناس لم تستوعب الفكرة هذه نتاع أنه قايد صالح بعد ما تم استلام المهام نتاع عبد المجيد تبون طف القايد صالح توفى. وفي نفس الوقت شفنا في الولايات المختلفة أنه ناس تحركوا في ولايات مختلفة من أجل نصب سرادق نتاع العزاء، وناس جابوهم من ولايات مختلفة إلى الجزائر العاصمة من أجل يعني تصوير مشهد قال باللي هذا القايد صالح هذا راهو شعب معه. بالتالي من حقنا احنا كمتابعين للشأن السياسي وللشأن العام في الجزائر هو أنه نطرحوا أسئلة، ونحاولوا هو أنه نجاوبوا على بعض الأسئلة اللي راها مطروحة. أي إنسان عاقل، أي إنسان منصف
يعني يعرف باللي في قضية واحدة ما نشوفوهاش بنفس الشيء. كل انسان راه ما عنده عينيه، كاين الانسان اللي راه درك هو يشوف 10 على 10، كاين اللي راه يشوف هو 5 على 10، كاين اللي يشوف هو 8 على 10. فيما يتعلق بالسمع نفس الشيء، كاين الانسان اللي راه يسمع 10 على 10، كاين الانسان اللي راه يسمع 5 على 10، كاين الانسان اللي راه يسمع 8 على 10 والى غير ذلك. الذوق نفس الشيء. بالتالي حنا درك هذه الجزائر فيها 40 مليون، كاين اشياء اللي ربما نتفقوا عليها. لو كان نشوفوا دوك مثلا نحلوا التلفاز ونشوفوا نفس الفيلم، لكن القضيه نتاع الاستيعاب كل واحد كيفاش يستوعبه. وتعرفوا الفكر نتاع الناس وتعرفوا الثقافه نتاع الناس. كاين انسان درك اللي راهو درك هو عنده فكر عسكري، ما يفكرش هو كيما الانسان اللي راهو درك هو عمره لا دخل للجيش ولا حتى ادى الخدمه العسكريه. بالتالي التفكير تاعو كاين اللي راهو دوك هو ما عندوش حتى الحريه نتاع التفكير، امر طبق ما يحبش يفهم. وكاين الانسان اللي راهو دوك هو يناقش هذه الامور، يحللها ويحاول هو انه يلقى لها اجوبه. اذا الامر هذا نتاع الوفاه نتاع واسمه نتاع القايد صالح ما نقدروش حنا نستوعبوه بنفس الشيء. كاين الانسان اللي راه في عمره 40 سنه ماشي كيما الانسان اللي في عمره 20 سنه، كاين الانسان اللي عنده تجربه سياسيه مش كيفما الانسان اللي عمره لا خط تجربه سياسيه. بالاضافه الى ذلك كاين هناك احداث كثيره قيل لنا من انه راه هو ريبو مدين اللي غدا رانا رايحين نعيشوا الذكرى نتاع الوفاه نتاعو اللي توفى ربي يرحمه سنه 1978. قيل لنا في ذلك الوقت من انه توفى هو ريبو مدين، ولكن فيما بعد سمعنا بان انه مسموم. وشخصيات كثيره تمت تصفيتها، من بينها قصدي مرباح، وسمعنا الكثير من الاغتيالات السياسيه. فيه ناس اللي كانوا يقولون من انهم شهداء فيما بعد تعين من انهم اعدموهم. وبالتالي نحن مع نظام اللي قلتها في وقت سابق، من كثرة الكذب، من كثرة خلف الوعود، من كثرة كذا وكذا، صارت الناس لا تثق. ويكفي يعني الاستدلال ببوتفليقة إلى وقت غير بعيد ما كانوش حتى عالنين حتى المرض نتاعو. بالتالي درك مجرد الإعلان على الوفاة نتاعو، يعني من الطبيعي هو أن الناس تتساءل، ومن حقها أنها تسأل. هذا راه كان قائد الأركان ونائب وزير الدفاع الوطني، وين أنه تشوف الناس من أنه راه يتحدث في وقت نتاع الصوم، وين أنه الناس في ديارها، في ديارها كاين الناس اللي هما الصوم ما حملوش، والسيد يدير في مناورة عسكرية في بشار وفي تمرست، وما كانوش حتى يقولوا باللي راهو مريض، حتى انه مره من المرات لعلكم راكم تابعتوا مداخلات نتاع الناس اللي تحدثوا في هذا الشان، انه لما قيل من انه راهو قايد صالح مرض وراهو اصيب بوعكه صحيه في وهران وكذا، كاين ناس اللي هما قالك ما كاينش منها، راه الناس فستي في الفستي وكذب في الكذب. ومن بعد طف خلاص، دوك تظهر امراض من انه راهو كانت عنده ازمه قلبيه وكانت كذا وكانت كذا. هذا الانسان اللي عنده ازمه قلبيه المفترض في هذا السن نتاع 80 سنه ما يقودش هو، اذا كان راه فيه قياده عسكريه فعلا وراها منسجمه وراها تخدم مع بعضها، المفترض هو انه يشوفوا اصحهم يديروا. علاش يديروا قايد صالح اللي هو راهو درك خلاص؟ علاش؟ ونحن نعلم من خلال الكتابات نتاعو راها ناس من وراء كتابات هذيك اللي كان يلقي فيها، راها ناس من الوراء هي اللي راها تخطط وهي الناس اللي راها تدفع. درك كاين هناك مؤشرات نحاولوا نجيو معاها وحده وحده، وفيما بعد كل انسان هو حر في التفكير تاعو. اول شيء
هو انه تم الخلع نتاع بوتفليقه. بالتالي لقيت صالح هذا عنده خصوم نتاعو، خصوم نتاعو اللي هما كانوا من الجناح نتاع توفيق والجناح نتاع طرطاق والجناح نتاع خو بوتفليقه. ما نقولوش حنا بوتفليقه بلعزيز بحكم هو انه راه مريض وراه ما على بالوش كذا، هذا نحطوه هنا اكوتي، لكن خوه راهو داخل هو في المعمعة. هذه الحاجه الاولى. كانوا هما يحرصوا، اذا تبعتوا المداخلات نتاعو، يحرصوا على جلب باش يكون الموعد نتاع الانتخابات نتاعو يعني في مكان في زمان. ما كانش انتخابات تمر مهما كان الامر، مباشرة بعد ما مروا الانتخابات اعلنوا الوفاة نتاع بوتفليقة نتاع واش اسمه نتاع قايد صالح. وتعرفوا من انه هذا قايد صالح من خلال التصريحات نتاعو المتلفزة والمصورة والمسجلة والمنشورة، من بين الاشياء اللي استخدمت ضد بوتفليقة هي المادة 102 نتاع اعلان العجز نتاعو. فبوتفليقة راهو مازالو حي والقايد صالح توفى ربي يرحمه. علامة استفهام. نفوتوا الانتخابات ونجيو مباشرة لليوم هذا نتاع الاستلام نتاع المهام نتاع عبد المجيد تبون والأداء نتاعو نتاع اليمين. قدم له وسام وقال في الخطاب نتاعو، قال من انه هذا الوسام استثناء، بمعنى انه غير مبرمج لكنه قدمه كاستثناء. علامة استفهام، لماذا تم اعطاء هذا الوسام في هذا اليوم؟ استثناء للقايد صالح، لماذا؟ علامة استفهام. من بعد كاين الناس اللي يقول لك درك مثلا الناس راهم يفكروا لما نطرح انا السؤال هذا، قال ايه هذا راهو قايد صالح وراهو قدم وهو اللي نحى العصابه وهو هو هو. اوكي، فرضا نمشيو في التفكير تاعكم انتم. مباشره بعد الاستلام تاع المهام تاع عبد المجيد تبون راح المعرض وكان قايد صالح غايب. علامة استفهام، لماذا تم تغيير قايد صالح؟ قلت مات في الليل، لماذا لم يحضر قايد صالح في هذا المعرض هذا؟ لماذا؟ فيما بعد، بعد ما فات هذا الوسمو نتاع المعرض هذا، تم تعيين بعد ما اعلنوا الوفاه نتاعو يعني اعلنوها في صفحات الفيسبوك قبل ما يعلنوها في التلفازه الرسميه. بالتالي تم تسريب هذا الخبر سواء من طرف الناس اللي هما يخدموا في مستشفى نتاع عين النجا، او من الناس اللي راهم درك هما موجودين في الرئاسه في الحكومه في الصحف الى غير ذلك. تم التسريب تاع الخبر تاع الوفاه نتاعو. وبعد التسريب نتاع الخبر نتاع الوفاة نتاعو، أعلن من أنه تم تنصيب هذا شنقريحة على جلب باش يكون هو قائد الأركان بالنيابة. علامة استفهام، لماذا تم تنصيبه بالنيابة؟ علاش ما داروش مباشرة قال هذا هو قائد الأركان؟ يا أخي راهم تقولوا باللي رئيس منتخب، وهذا دوك ماهوش إنسان قال راهو يدير في السطاج، راهو كان معاه لسنوات. لماذا تم تعيينه بالنيابة؟ معناتها باللي حاجة نتاع كيما نقولوا عاجلة. أوكي، علامة استفهام، لماذا تم تعيين هذا شنقريحة في قيادة الأركان بالنيابة ولم يتم تعيينه ك نائب للوزير تاع الدفاع؟ علامة استفهام. يا هل ترى درك هذا
الناس اللي راهم درك في الرئاسه فكروا على جال باش هما يلغيو هذا المنصب نتاع نائب وزير الدفاع، لا سيما هو انه هذا المنصب خلق مشاكل كبيره. لماذا؟ لانه اذا كان لاحظتوا تابعتوا التجمع المداخلات نتاع واسمو نتاع قايد صالح من خلال الفاكهات العسكريه ومن خلال واسمو الحكومه، تشوفوا من انه واحد ما يحكم فيه، ما يحكم فيه لا رئيس الحكومه ولا يحكم فيه رئيس مجلس الدوله. وبالتالي دونك انت لما تربط هذه المساله هذه بالخروج نتاع عبد المجيد تبون في غياب قايد صالح، وفيما بعد تعيين هذا شنقريحه في غياب هذا المنصب نتاع نائب وزير الدفاع، تقدر توصل تقول من انه كاين فيه حاجه. المعلومات اللي راها متداوله يقولوا من انه هناك اجتماع تم، اجتماع هذا تم، وبالتالي تم التقرير نتاع إحالة القايد صالح على التقاعد. الله أعلم. درك إذا كان بعد السماع نتاع هذا الخبر ربما أصيب بنوبة ولا أصيب بأزمة قلبية، الله أعلم. المهم هو هذه الوفاة نتاعو لم تكن طبيعية. خطر علاه لو كان جا درك هذا الشخص هذا اللي راهو درك هو راهو في هذه الحالة، ما يقدرش هو يروح يدير هو المناورات عسكرية، مناورات عسكرية، وإن أنه درجة الحرارة في بعض المناطق راها فايتة 40 بل حتى فايتة 50 درجة، ويتنقل باستمرار ويلقي في خطابات باستمرار، وبالتالي فيه علامات استفهام. الشخص اللي راك تعيط ليا، شوف نقول لك، وروح دير ستاج واحد اخر. هاد الناس اللي راهم مكلفينك على جال باش تشوش عليا، هاد الناس راهم كلفوا انسان غبي. روح دير ستاج واحد اخر. اذا تعتقد من انك لما انت راك تتصل بيا راك رايح تحرجني، ولا راني رايح نرد عليك، ولا راك رايح تشوش لي على الافكار نتاعي، راك مريض. روح داوي على روحك. إذن الإخوة والأخوات، المسألة بين من أنه الوفاة نتاع قايد صالح لم تكن طبيعية. بطبيعة الحال إذا كان قلنا من أنه الوفاة نتاعو هي راه وفاة طبيعية وراه مات وهذه الأعمار بيد الله، بطبيعة الحال إحنا رانا مسلمين، رانا نأمنوا بالوفاة، ماشي حاجة جديدة علينا، ونأمنوا بالقضاء والقدر. ولكن هذه المسألة تتطلب هو أنه يكون هناك تحقيق حولها، لا سيما مثل ما قلت لكم أنا كاين هناك مؤشرات عدة. درك نشوفوا من خلال تعيين تاع الحكومة هذه، إذا كان الغاو من المحتمل جدا لأن المؤشرات واضحة، إذا كان الغاو هذا المنصب نتاع نائب وزير الدفاع خلاص المسألة صارت كونفيرمي، معناتها أنه درك هذا قايد صالح ممكن، يعني ممكن تباحثوا معاه في القضية هذه، وبالتالي هو لم يستوعبها والله وخلاص. بالإضافة إلى أنه الآن مثل ما راكم شفتوا التصريحات اللي راها صارت الآن موثقة ومنشورة نتاع هذاك شرفي اللي داروه في واسمو نتاع الانتخابات، راهو قال لكم بالصوت والصوره من انه التعيين نتاعو راهو من عند القايد صالح. بالتالي درك هاد الناس اللي كانوا يحثونا على اللجنه المستقله وكانوا يحثونا على النزاهه نتاع الانتخابات، خلاص الان يعني بعد هذا التصريح اللي راهو موثق بالصوت والصوره، خلاص ما عادش واحد من تاريخ اليوم يجي يحدثنا على المساله. درك هاد الناس راهم درك هما يقودوا في مرحلة، وكان من المفترض هو أنه يصارحوا الشعب الجزائري، هو أنه يطالعوا الشعب الجزائري ويطالعوه، ما نقولوش حنا على الكبيرة والصغيرة، ولكن على الأقل يا صاحبي انت درك انت هذا هذو مسؤولين هذو، لما درك انت تلقى إنسان درك هو
راهو مريض بأمراض خطيرة وراهو يزاول في المنصب نتاعو، علاش انت تحرمها على بوتفليقة وتحللها لقيت صالح؟ لماذا؟ مادام راهو درك هو مريض وراهو الحق للسن نتاع 80 سنة، وين انك تشوف انت في عقداء وفي ألوية تشوف فيهم انت مازالهم هما يعني قادرين يمدوا، ورواد فهمت ونقباء تشوفهم انت مازالهم قادرين يمدوا، كاينين الناس اللي راهم اقالوهم في الاربعينات من عمرهم، كاين الناس اللي اقالوهم في الخمسينات، وكاين اللي راهم خرجوهم هما للتقاعد، وفي المقابل تشوف انت ناس ما اكثر من 80 سنة راهم موجودين في مناصب حساسة، مناصب اللي تتطلب ديناميكية وتتطلب حركية وتتطلب يعني فعلا قوة بدنية، تشوف انت ناس يعني في هذاك المستوى، وفيما بعد تسمع كما هكذا. إذن المسألة الإخوة والأخوات تطرح يعني عديد العلامات نتاع الاستفهام. درك الآن في ظل هذا الحراك هذا راكم شفتوا درك اليوم في هذه الجنازة، هم حبوا يقولوا من أنه راهو شعب مع القيد صالح، وكأنه هناك شعبين. درك تشوفوا نهار الجمعة تشوفوا الضعاف نتاع الأعداد اللي شفتوها اليوم، تشوفوها في المسيرات سواء في العاصمة أو في قسنطينة أو في عنابة أو في ولاية واحدة أخرى، تشوفوها أضعاف مضاعفة. واللي يعتقد من أنه اليوم الجنازة هذه ولا الوفاة نتاع قايد صالح أنهت الحراك، هذا ما عنده حتى علاقة بالسياسة. أنا على يقين من أنه اليوم في هذه الجنازة تم استعمال كل الإمكانيات للإتيان بهذوك المشطوبين، جابوهم من كل الولايات، وكان الناس اللي سخروا لهم الحافلات، سخروا لهم النقل، بل سخروا لهم حتى المبيت، وفتحوا لهم كل الأبواب نتاع العاصمة، وجابوا ناس، جابوهم مثلا حطوهم قال مثلا تولي الجامع الكبير هذاك الجديد هذا، وقالوا لهم باللي راهم رايحين يجيبوه يصليوا عليه ثم، وكانوا الناس محضرين ارواحهم ثم على جال باش هم يدخلوا باش يصليوا في هذاك الجامع، وفي اعتقادهم هو انه راهم رايحين هما يعني ساهموا لاول مره في هذاك الافتتاح نتاع المسجد هذاك، وهما علاش بعثوهم لثما؟ تعرفوا المسافة بين العالية وبين الجامع هذاك تاع المحمدية هذا الجديد هذا اللي داروا، تعرفوا المسافة قداش؟ خلوهم ثم وكانوا يصوروا فيهم بالهليكوبتر على جال باش هما يقعدوا ثم ويديروا هما مشهد، قال هاكم تشوفوا انتم جحافل من الجزائريين والجزائريات جاوا حضروا في هذه الجنازة، والأغلبية نتاع هذ الناس اللي حضروا امام المسجد ما حضروش للجنازة، يعني ما راحوا لهاش، ما راحوا للمقبره نتاع العاليه ولا هم يعزلون من ثم وروحوا، استعملوهم من اجل على جلب هما يعني يصوروا مشهد، والمشهد هذاك يعني 99% كان موجه للخارج، الناس اللي راهم عايشين في العاصمه راهم على بالهم، اغلبيه نتاع الناس جابوهم من ولايات مختلفه، وجابوا هذوك نتاع المشطوبين بالإضافة إلى الناس اللي راهم يشتغلوا في الأجهزة الأمنية وكانوا بالسيفيل كانوا موجودين ثم، والناس كاين ناس لا شك في ذلك هو أنه راهم ناس عندهم محبين، هذا أمر مفروغ منه، كاين ناس اللي راهم محبين ومشاو وراحوا بالسيارات نتاعهم وتحركوا بالإمكانيات نتاعهم ومستعدين باش يروحوا لوين يحبوا، المهم كاين ناس اللي راهم دركم محبين، ولكن كاين الناس اللي تم الاستعمال تاعهم، تم الاستعمال تاعهم، ومن بعد راه الامور شيئا فشيئا راه تتوضح الان، يعني نهار الجمعه غدوه، احنا الان رانا دخلنا في الخميس، غدوه الجمعه راكم تشوفوا الجحافل نتاع الجزائريين والجزائريات اللي راهم رايحين يخرجوا في عدد من الولايات، وبنفس الاصوات اللي كانت هي تنادي بتغيير النظام. بالتالي درك حنا رانا امام شعبين ولا
فهمونا يخي، قلتوا شعب واحد والله. وهذا الناس اللي هما يتلغبوا ويقول لك باللي راهم ناس راها تستشفى في الموت وراها تتشفى، وليس من أخلاق المسلم هو أنه يقوم بهذه المسائل وبهذه الأفعال. هذا الحس هذا وين غاب لما مات عباس مدني؟ يخي ولادو ما خلوهمش يحضروا الجنازة نتاعو. وين غاب هذا الحس مع كثير من الشخصيات كانوا في التسعينات كانوا يجيبوا مجموعات يقتلوهم ويحطوهم على الحافة نتاع الطرقات ويخليهم يقعدوا لأسبوع هما محطوطين ثم، والناس باش تعتبر. ورقم شفتوا الصور اللي هما دائما يبثوها نتاع ناس ياكل فيهم القمل وناس مسخين وناس كذا، يخليهم حتى ينتنوا ما يعطيو لهم ياكلوا ولا يشربوا من التعذيب هذاك، ومن بعد يقتلوهم شر قتلى ويرميهم في الطريق. وين هذا الرحمه نتاعكم هذا؟ وين هذا الانسانيه نتاعكم هذا؟ يعني شوفوا فيهم دوك انتم اذا كان راكم يعني تمشيو من هذا المنطلق نتاع انه انسان قال مثلا راهو مجاهد وهذا انسان راهو شارك في الثوره، بالتالي لابد هو أن الإنسان يحترمه، لابد هو أن الإنسان يقدره وكذا. المفترض هو أنكم أنتم تحترموا الناس الآخرين على هذا الأساس. قال هذاك مجاهد على هذاك الأساس حنا نحترموه، هذاك ابن شهيد على هذاك الأساس حنا نحترموه، إلى غير ذلك. رانا شفنا أبناء شهداء دخلوهم للسجن وقتلوهم وعذبوهم، أبناء مجاهدين سجنوهم وعذبوهم وقتلوهم، وتعرفوا ما الذي جرى في التسعينات. بالإضافة هذا قايد صالح هذا ليس نبي، موت بالقنطان تاعك، موت بالقنطان تاعك يا اللي راك تعيط، تموت بالقنطان تاعك. مسكين، راني معذبك وقيلة. فهمتوا الإخوة؟ هذه هي المسألة. كم شفتم من الذي حدث في التسعينات؟ شحال قتلوا ناس، شحال عذبوا ناس، شحال دخلوا ناس للسجون. عملوا الشي اللي عملوه في التسعينات ربي يعلم به. والقايد صالح معهم كان في التسعينات، كان هو القائد نتاع القوة البرية، عشرات الآلاف، عشرات الآلاف اللي ماتوا. مليح درك هو راهو القايد صالح في آخر عمره، راهو جات هي درك فرصة هذه، وراهو هو توجه للشعب الجزائري بهذيك الكلمة الشهيرة نتاع أنه لن ترق أي قطرة دم. هذا شيء يحسب له، هذا موقف يحسب له هو أنه ذوك هذه الحركة طيلة عشر أشهر، يعني ولو صاروا فيه بعض الأحداث هكذا، لكن لم تكن الأوامر من القيادة نتاع الجيش، ربما من الأجهزة نتاع الأمن هذيك نتاع الغازات وهذيك كذا، لربما من هذيك الأجهزة كانت هي ما زالت تعمل مع العصابة هذيك اللي كانت حاكمة. وهذا الموقف هذا يحسب له، موقف يثمن، وموقف هذا اللي على أساسه احترموه كثير من الجزائريين بما فيهم الناس معارضين. ولكن القايد صالح ماهوش نبي، القايد صالح ماهوش إمام، القايد صالح ماهوش بريء، القايد صالح والغ في الدماء، والغ في آهات تاع كثير من العائلات الجزائرية. كاينين الناس اللي راهم مازالوا اليوم راهم مازالهم في السجون، كاين الناس عائلات دمرت بكاملها، قرى، مداجر. بالتالي ما يجيش واحد درك انا يحط لي درك هذا قايد صالح هذا، لا شك هو انه راه ساهم في الثوره وهذاك امر يحسب له. انسان كيما يقولوا اخلط بالعمل السيء والعمل الحسن، وربي راه يحاسب الناس. احنا ماناش نحاسبوا في الناس، احنا دوك نحوسوا فقط على الكلام الموضوعي. هذا الدرك هذا طيلة أسبوع درك،
وهذه القنوات الفضائية كلها بالقنوات الرسمية بالقنوات الخاصة 24 ساعة على 24 ساعة، وهي واليوم تنقل في كل كبيرة وصغيرة. وراكم شفتوهم هذه الأشهر كيفاش يتناولوا الموضوع نتاع الحراك، بالتالي كاين فيه انحياز ما كانش موضوعية. لو كان جرى كانت فيه مهنية وراه كانت فيه موضوعية، وكاين الناس فعلا يعني راهم درك هما متجهين اتجاه صحيح. يا خويا احنا رانا معاكم، احنا نعاونكم لما تكونوا انتم راكم تمشيو في هذاك الاتجاه صحيح. نعرف صحيح هو انه كاين فيه ناس اللي راهم درك هما متطرفين، نعرف صحيح باللي انه كاين فيه ناس راهم يستغلوا في الاوضاع وراهم حابين هما يديروا فتنه في البلاد، راهم ناس يساووا للسلطه، هذا امر مفروغ منه من المسلمات. كاينين ناس راه عندهم دعم خارجي، لكن انتم عوض هو انه تساعدوا ناس ولو انه تفتحوا لهم الابواب باش يتحدثوا باش يتكلموا باش يوعيوا الناس، ويكون كلام موضوعي باش ينتهوا الناس اللي راهم يضربوا في الشتاء. هذوك الناس اللي راهم وصلوا يعني وصلوا لواحد الدرجه غير ربي اللي على بالو بها. جيبوا ناس اللي يتكلموا كلام موضوعي. تا دوك صاروا حتى البارح نشوف فيهم حذفوا صوره نتاع واحد وقيل من العائله نتاعو يلا، وقال لك ها والله الله راه مكتوب في الجبهه نتاع القيد صالح، مثل ما داروا صدام حسين نتاع راهو الاسم نتاعو ظهر في القمر. يعني لهذه الدرجه هذه تستحمروا في الشعب؟ خدم راهو درك هو خدم، راهو اجتهد، راهو تعب، خدم على الجزائر هذه، راهو يحب الجزائر، ولكن في المقابل قام باخطاء، راهو شارك في انقلاب تاع الاراده الشعبيه، شارك في مجازر، شارك في قتل، شارك في دماء، شارك مع هذه العصابه هذه اللي راها درك نسميوها الناس بالعصابه، راهو درك هذو الجماعه نتاع بوتفليقه 20 سنه وهو معاهم. خلينا درك هو راهو درك تحول في هذه المده الاخيره بعد محاوله الانقلاب عليه، تحول هو درك هو الى من حواه دافر، وراهو درك هو وقف في الاسابيع الاولى مع الحراك وراهو قال باللي احنا نواكبوا الحراك، وعطى تعليمات على جال باش ما يكونش فيه مواجهه، وهذا شيء احنا نثم. المهم ربي يهديك الانسان هذاك اللي راك تعيط. مهم معذره للاخوه. اذن فيه محاوله هكذا نتاع تشويش هكذا من طرف ناس هكذا اللي يزعجهم هذا الكلام هذا، يحبوا على جال باش هما يبرتيربيوك، على جال باش ما تركزش نتاع الافكار تاعك وباش ما تسردش نتاع بعض الاشياء حتى باش الناس ما تفهمش. المهم الامور راه واضحه درك هو راهو في هذه المده الاخيره خذا مواقف، هذه المواقف تحسب له، ولكن في المقابل لم تكن هناك انتخابات حقيقية، كانت انتخابات محسومة مثل ما قلنا لكم. وراهو اليوم في الخطاب نتاعو هذاك نتاع الاتصال هذاك نتاع المديرية نتاع الاتصال في وزارة الدفاع، أشار في الخطاب نتاعو من أنه راه سلمت الأمانة لأيادي أمينة، وبالتالي الأمور كانت محسومة، تم تعيين نتاع شرفي، سلمت المهام لوسمو التبون، الامور راها محسومه من نهار الاول. لو كان هنتوما صرحتوا الشعب الجزائري، لو كان كنتوا تقولوا باللي ايها الشعب الجزائري احنا المعلومات اللي راه عندنا معلومات خطيره راها تثبت من ان الجزائر راها رايحه كذا وكذا وكذا، وها هي وتجيبوا ناس